السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية الكتابة بالخط الفارسي، لكن قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت فضلا وليس امرا لو كنت جديد معنا في القناة تضغط اشتراك وتفعل زر التنبيهات، لان بنزل فيديوهات كتير ان شاء الله تنال اعجابكم. وعشان نكتب بالخط الفارسي في علامة او همزة لازم نحطها قبل اي جملة بنكتبها، وللأسف العلامة دي مش موجودة في لوحة المفاتيح، فهسيبها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو، وكمان هسيبها لكم في اول كومنت. طيب، وفي خطوة تانية بنعملها قبل ما نبدأ الموضوع ده، ان انت بتروح على الاعدادات، نرجع تاني، بتروح على الاعدادات وبعدين بتختار عام وبعدين لوحة المفاتيح وبعدين بتختار استبدال النص، وبتضيف العلامة اللي انا قلت لكم عليها الزائد اللي فوق على الشمال، بتضيف العلامة او الهمزة اللي هسيبها لكم تحت الفيديو بتضيفها عندك فوق، وفي الاختصار بتختار اي اختصار عندك وليكن الاختصار ده، وبتعمل حفظ، وبعدين بترجع تاني هناك هنشوف طريقة الكتابة، وليكن هنكتب مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله او اي جملة. عشان تكتب بتعمل ايه؟ العلامة اللي انا قلت لكم عليها بتحطها قبل الجملة، تعمل لها لصق، تمام، وبتكتب لا، تمام. وبعدين لازم في فاصل بين الكلمات، احنا عارفين الفاصل بين الكلمات المسافة المعروفة، لا احنا هنا هنستبدله بالفاصلة المعروفة لكل الناس، لا إله وبعدين فاصلة إلا فاصلة الله فاصلة محمد فاصلة رسول فاصلة الله. زي ما احنا شايفين بتحط العلامة اللي هسيبها لكم تحت الفيديو، بتحطها في اول الجملة وبعدين بتكتب الكلام العادي، ولكن الفواصل بين الكلمات مش ليست المسافة المعروفة، ولكن هنحط الفاصلة دي، تمام. لو حابين نكتب بالطريقة العادية اللي احنا معتادين عليها، لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام، زي ما احنا شايفين ده الكتابة العادية. ولكن الكتابة اللي احنا حابين نكتبها بالخط الفارسي بتحط العلامة قبل الجملة وبتكتب السلام، تمام، والفاصلة عليكم، تمام، وما مثلا عايز تكتب اي جملة تانية، كل عام، الفاصلة، عام، الفاصلة بتاعتنا، وانتم، الفاصلة، بخير. اتفقنا؟ زي لو حابب تكتب بالخط الفارسي العلامة هسيبها لكم تحت الفيديو، بتحطها قبل الجملة، والفاصل بين الكلمات الفاصلة اللي احنا شايفينها دي بيكتب معاك بالمنظر الجميل ده بالخط الفارسي. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ياريت لو انت استفدت من الفيديو ومش مشترك في القناة تضغط اشتراك وتفعل زر التنبيهات، لاني بنزل فيديوهات كتير ان شاء الله تنال اعجابكم. شكرا جزيلا على المتابعة، وكل عام وانتم بخير.